احتفلت الجزائر وولاية مست غانم بافتتاح مسرح ثقافي جديد تمثل في أول مسرح بني بعد الاستقلال في أجواء احتفالية وقعتها الأوركسترا السيمفونية الوطنية. تقرير لأنيس بن حالة وأمل رحال. هي الأجواء الاستثنائية للحدث الثقافي الهام الذي احتضنته ولاية مست غانم والمتعلق بافتتاح أول مسرح جزائري بعد الاستقلال وبلمسة إيطالية بحضور قوي لمختلف الفنانين. يعتبر يعني إنجاز جديد بالنسبة للمسرحيين والمسرح الجزائري بصفة عامة، لأنه هذا المسرح كان موجود يعني في السابق يعني أثناء الحقبة الاستعمارية ولكن هدم وعوض بهذا المسرح الذي دام يعني سنوات وسنوات. أجواء الافتتاح كانت فريدة من نوعها خصوصا بالنسبة للمسرحيين الذين تمنوا لو عاش هذه اللحظات أعمدة المسرح على غرار علولة ولد عبد الرحمن كاكي، بالإضافة إلى الجلالي بن عبد الحليم. خطنا حتى كل الفنانين وسكان مست غانم، يعني الاحتفال شمل كل الفئات يعني اللي موجودة في مست غانم حتى خارج مست غانم. فضاء جديد سيتيح بلا شك للمحترفين والهواة الفرصة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم واستغلاله لصالح الثقافة والإبداع.